الله أكبر، عزة لله. رباط أبطال لواء بروج إسلام التابع لفرقة صلاح الدين الفيلق الأول على جبهة حرفوش في مدينة نوة. الله أكبر، عزة لله. في أول أيام عيد الأضحى المبارك. الله أكبر، عزة لله. الله أكبر. هذه هي تلة حرفوش. الله أكبر، عزة لله. الله أكبر، عزة لله. سمار الرباط بعد وصول أنباء عن تقدم لقوات الأسد من هذه الجهة، يقوم أبطال لواء بروج إسلام بالترصد لعناصر قوات الأسد في منطقة حرفوش. الله أكبر، عزة لله.